جميع شباب المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى، وحفظ شبابكم مما يلوثه ويفسده عليكم، وذلك بلزوم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، مصاحبة الأخيار الذين تقتدون بهم في الخير ويعينونكم على الخير، تتجنبون مصاحبة الأشرار الذين يجرونكم إلى الشر. المصاحب له تأثير على مصاحبه، كما قال الشاعر: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. وكما قال الشاعر الآخر: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فعليك أن تختار الصحبة الطيبة، وعليك أيضا أن تتعلم أمور دينك، تحرص على تعلم أمور دينك وما يصحح عقيدتك وأمور صلاتك وزكاتك وصيامك وحجك، تتعلم أركان الإسلام لتتقنها وتؤديها على الوجه المشروع. فعليك أن تنضم إلى سلك التعليم في المدارس والمعاهد والكليات، أو في حلق الذكر عند العلماء في المساجد، أن تحرص على ذلك. ونوصيك أيضا المبادرة بالزواج إذا كنت تستطيع ذلك وتخاف على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجه. نوصيك بتجنب متابعة فضائيات ووسائل النشر التي تنشر الأمور المخلة بالشرف وبالعقيدة وبالدين. انظر واسمع واقرأ فيما ينفعك، تجنب ما يضرك من هذه الأمور. فنحن الآن في زمن فتنة عظيمة تبثها وسائل الإعلام، فعلينا أن نتقي وننتقي، نتقي الله سبحانه وننتقي منها ما فيه فائدة ونترك ما لا فائدة فيه. نعم.